معروف من أحبابنا شباب قال شيخي ادعو لي، انتهى من الجامعة، تخرج في السنة الماضية، تخرج، قال شيخي ادعو لي، يعني أنا أظن عندما تخرج جاء وقال ادعو لي، أظن يقول ادعو لي بالعمل، ادعو لي بالوظيفة، ادعو لي بالزواج. الآن لو أذكر اسمه أكثر الأحباب يعرفوه، قال شيخي ادعو لي. إيه؟ أدعو لك بماذا؟ قال ادعو لي شيخي، جدي كان كريما وكان بيته مفتوح وكان كثير الضيوف وكان يطعم الطعام وكان الناس تأتي إذا ما عنده مكان ينام عنده في بيته. جده مات، أبوه كبير أيضا. قال لكن أبي حاله ضعيف ما عمل هكذا، ادعو لي الله يرزقني كما رزق جدي. هنا في ألور ستار، ادعو لي الله يرزقني كما رزق جدي، يأتي يوم يكون عندي بيت واسع، الضيوف كثير عندي، وعندي عائلة تخدمهم وأفرح بهم وأجلس عمري كله هكذا. الخير موجود في هذه الأمة، كل واحد من الأحباب دائما رأيت عنده شيء مميز ما موجود عند الآخر، وكأن الله يجمعهم واحد 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 حتى يخلق منهم أمة عظيمة صالحة. هذه أمنية رجل شاب تخرج من جامعة وجاء بعد التخرج عندنا زيارة، وأنا أقول مبروك كذا، قال أنا أدعو له بأسباب الدنيا، زواج، عمل، ويقول ادعو لي بالذي أريد. أمنية هذه أن يكون بيته مثل بيت جده، وهذا كأنه يريد ولا يعرف، لكن أنا أفهم هو لا يعرف، وكأنه يريد أن يقول لي وهو لا يقصد، أنا مؤمن. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هو لا يعرف، هو يقول لي أنا المؤمن، بس هو ما يعرف مقصود كلامه، لكن حاله هذا ما صار في صدره لولا الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الإكرام ليس فقط بالطعام، ممكن أنت فقير ما عندك إلا شيء بسيط تقدمه، لكن الإكرام بالأخلاق، الإكرام بحسن الضيافة، بحسن البشاشة، بحسن الخدمة، تستقبله وتودعه، تخرج معه إلى الخباب، هو في بيتك بس قال سلام عليكم أنت تركت ما تنظر إليه، وهذا من الجفاء. كان صلى الله عليه وسلم يشيع الضيف إلى الخارج، إذا عاد كل على منزلته صلى الله عليه وسلم. اي والله هذا من واحد من أحبابنا في هذه المدينة، الآن غير موجود، هذا في السنة الماضية عندما تخرج كان مطلبه هذا، ادعو لي أن يكون بيتي مثل بيت جدي. هذا إيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. نعم.